ميز الخيول وعالم الخيول هم أصحاب الخيول ومحبي هذه الرياضة بأخلاقهم الأصيلة بفراستهم وبحسن أخلاقهم. الأصالة بكم والأصالة بأخلاقكم. فباسم حبايبنا عشيرة الغريفات يقدم درع تكريم للمسؤولين والقائمين على جميع الميادين، ميدان قنا الجليل الأخ أبو علي أدهم صبيح، وميدان كفر مندا، ميدان الأحلام الأخ أكرم عواودي وأحمد زعرورة أبو ياسر، وميدان المطار تمرة محمد المروان أبو المروان وأبو حسن عفو الوحش. درع تكريم على الموقف الكريم تجاه الخيال الرائع، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. علاء غريفات أبو حسين، وين تعيلة علاء غريفات حبايبنا الجمهور؟ وين تعيلة لغريفات وإلى؟ وين تعيلة لإدارة المضامير كفر كنا وكفر مندا وتمرة؟ وين تعيلة حبايبنا؟ ندين لكم على هذه الأخلاق وعلى هذه الميادين. بارك الله فيكم حبايبنا. تعيش أبو رامز، تعيش تعيش أبو محمد موفق غريفات، وأدهم صبيح أبو علي وأبو المروان. وايضا نشكر الحجيرات الذين يعني تحجموا وامتنعوا عن السباقات حتى ان حصل الطلب من الغريفات نفسها ان يشارك. والتحيه للحجيرات والغريفات ولكل الميادين وللفرسان. بارك الله فيكم على هذه المواقف الرائعه والطيبه. تحيه كبيره لعلاء غريفات. خليكم لحظه. هذا الحصان اللي بظهر حصان نسال الله له الشفاء. لاحظنا قدرات هذا الحصان على صهوة بركة النهار، وإن غابت ماذا فعل؟ لاحظنا إنجازاته على صهوة شعلة جونيور، لاحظنا إنجازاته على صهوة زعيم المبين وأروجيت والخيول الكبيرة. هذا العملاق ديتور العرب بإسطبلات الأزرق. وين التحية كمان مرة لعلاء غريفات خيال الموسم، يقدم من أبو فارس حسن المشهد. درع خيال الموسم لعلاء غريفات. على الكاميرا يا ابو حسن، على الكاميرا. كل الاحترام. تعيش ابو فارس مقدم صاحب الانجازات، شفاه الله وعفاه ورده الينا سالما غانما. نسال الله ان يكون اول خيال في الميادين والسباقات ان شاء الله في السباقات القادمه. بارك الله فيكم. اداره سباقات كفر كنا وكفر مندا والمطار تمرة، بارك الله بالحجيرات والغريفات. بارك الله فيك خيال موفق أبو محمد، عالم من أعلام السباقات، يا هلا بيك. وأبو رامز وكل الحاضرين من الغريفات والحجيرات، جمال غدير على القاعدة